الذي يريد ان الله تعالى يرحمه ينبغي ان يرحم عباد الله. هذه القضية منقولة في بعض الكتب انه واحد يقول كانه كان في طريق مشهد لعل القضيه اتفقت في مدينه نيشابور يقول انا رحت الى محل اشتري منه بضاعه ودخل في هذه الاثناء رجل اخر وكان يريد بضائع كثيرة، طبعاً اللي عنده محل يفرح أن بضاعته، بضائعه تشترى، ولكن فوجئت أن هذا صاحب المحل قال: إذهب إلى ذاك المحل الآخر واشتري منه هذه البضائع. هذا ذهب الى ذلك المحل الاخر واشترى منه تلك البضائع الكثيرة. يقول انا تعجبت، قلت له لماذا لم تبع؟ ما كانت عندك هذه البضائع، قال ليش عندي؟ قلت له فلماذا حولته على المحل الاخر؟ قال في الواقع انا اليوم الصبح عندما فتحت الدكان مضمون القضية رأيت ان هذا صاحب الدكان اللي في مقابلي مهموم مغموم فقلت له لماذا انت مغموم؟ قال لانه انا علي الدين يجب ان أؤديه وما عندي انا فكرت انه هذا يذهب ويشتري من هذا لعل هذا العمل يساهم في اداء الدين واحد لا يفكر كل في ذاته كل شيء لي يفكر في نفسه ويفكر في الاخرين كان اكو عالم في ايران هذا كان هو يهتم بالفقراء بالايتام فقالوا له لماذا لا تهتم باولادك يعني كل همتك تصرفها الى اولادك قال في الواقع كل الاولاد في ايران هم اولادي انا اهتم باولادي جميعا هؤلاء اولادكم هؤلاء اولادنا نهتم بهم هؤلاء شبابنا الشباب كثير منهم ما يتمكنون يتزوجون مشكل البيت مشكله الماهر مشكلة المقدمات مشكلة واحد يحاول ان يتدخل لحل هذه القضية جاء رجل إلى عالم من العلماء وقال له أنا أريد أزوج ابني مضمون القضية والمهر الذي قررته، يعني المهر والمصارف وكذا، فلان مبلغ، تاجر كبير كأنه كان، وبعدين أنا فكرت أنه ليش أنا هذا المال الكبير أصرفه على ولدي؟ أنا فكرت أنه مقدار من هذا المال قليل اصرفه لزواج ولدي وبقيه المال اعطيه لك لتزوج به الاخرين العالم اخذ ذلك المبلغ ثم بعد ذلك عندما راى ذلك التاجر قال له انني زوجت بهذا المال اربعين شابا الان الافضل انه كل هذا المال يصرف في زواج ولده واحد واربعين واحد ذلك الشاب واربعين شاب ما من بيت بني في الدين افضل من التزويج واحد ينال هذا الفخر وهذه المثوبه الالهيه